اه دكتور كده الامور تمام. نبدأ. اه اتفضل دكتور. سامي الميوت من عندك انت. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات والأصدقاء والأحباب في كل مكان، نرحب بكم مرة أخرى في اللقاء الثاني من محاضرة الخطوط الهندسية لبناء المجتمعات المدنية الجزء الثاني. احنا بنشكر الأستاذ علي الشوا والأستاذ محمد يوسف على الإخراج الفني لهذا البرنامج. وكما تذكرتم أنتم الأسبوع الماضي تكلمنا على الجزء الأولاني في الخطوط الهندسية في بناء المجتمعات. احنا لابد أن احنا نبني مجتمعات ومجتمعات مدنية لنحل المشاكل في العالم كلها من خلال العمل المدني الذي يؤدي إلى مشاركة جميع المواطنين في بناء المجتمع وبناء الوطن وبناء الدولة، وليس فقط فصيل واحد من الفصائل التي في أي وطن من أوطان. في المقدمة بنتكلم عن الفهرس زي ما احنا اتكلمنا، هنكون في مقدمة وفي كل الأشياء دي. هنكون ست محاور هنتكلم عنهم إن شاء الله اليوم، كما تكلمنا عن ست محاور في الأسبوع الماضي. في الأسبوع الماضي احنا اتكلمنا عن اللي هم المحاور الرئيسية في بناء الهيكل المجتمعي، اللي هي المتوازيات والمسارات والمركبات. ما عرضناه في الجزء الأول من هذه المحاضرة اللي هو الأسبوع الماضي، كان بيعبر عن شكل وأساس المجتمع، وكأن المجتمع ده بيت احنا بنبنيه زي ما انتم شايفين في الصورة. في على الشمال في بيت، أرجوكم يا أخوة وأخوات كلكم في أي مكان أصدقاء أنكم تخشوا على الزوم، لأن الرسومات كلها موجودة على الزوم، على الرابط مش على الفيسبوك. يعني حتى على الفيسبوك في رابط الزوم موجود، ممكن تجدوه وتخشوا، هتلاقي في الصورة دي إحنا بنبني مجتمع زي كأننا بنبني بيت، نبني مجتمع كما أننا بنبني بيت. فالمجتمع ده بيحتاج ثلاث حاجات: بيحتاج المتوازيات اللي بتكون التاريخ اللي بالتالي بيؤدي لوضوح شخصية المجتمع فيما بعد، ثم بيكون في مسارات وفي مركبات، ودول بيكونوا أو بيبنوا الأساسات بتاعت المجتمع، اللي منها الأساسات والحوائط والأعمدة اللي بتكمل بناء المجتمع ككل. يبقى احنا عندنا واجهة زي ما انتم شايفينها في الصورة اللي على الشمال دي، شكل البيت بيدم على الثقافة اللي بتدم على التاريخ اللي بنتكلم عنه، والعالمين اللي مراحل البناء اللي هي في الأساسات و المسارات اللي بنتكلم عنها والمركبات. فالتاريخ والمتوازيات اللي تحدد معالم شخصيتها المجتمع، اللي هو الشكل الخارجي والصفات الظاهره، وسوف يراها ويتفاعل مع الجميع. اما المسارات والمركبات فستكونان الاساسات والقوائم والجدران والاسقف التي سوف نبني تبني اركان هذا المجتمع اللي هو البيت، ونود ان نبنيه سويا. يعني احنا المجتمع هو زي المنزل، المجتمع زي البيت بالضبط، على بندي له اساس وحوائط واعمده واسقف عشان يمشي له، وفي نفس الوقت بنجعل له واجهه خارجيه عشان تحدد معالم شخصيه هذا المجتمع او هذا البيت او سكان هذا البيت. الشرايح اما اليوم النهارده ما هنتكلم الجزء الثاني. يعني احنا بدينا شكل المجتمع من بره، البيت اللي شفناه في الصورتين اللي فات دول، دلوقتي هنخش داخل البيت ده وهنشوف احنا بنعمل ايه في البيت من خدمات. اما اليوم ففي الجزء ده من المحاضره هنتحدث عن اغوار المجتمع الدفينه الداخليه، والمتمثله في ايه؟ في المتقاطعات والمتشابكات والمتطابقات والمترادفات والمتواليات. يعني بعض الناس يقول لك ايه المصطلحات الكتيره اللي بتحطها دي كلها، دعونا نصبر علشان نعرف ما معنى هذه المصطلحات. المتقاطعات والمتشابكات والمتطابقات والمترادفات والمتواليات، والتي سوف تكون موجودة داخل البيت، داخل المجتمع. البيت زي ما قلنا انه مجتمع داخل البيت من خلال ايه؟ من خلال الخدمات التي يحتاجها ابناء هذا المجتمع. يعني كل هذه المصطلحات هي اللي هتؤدي لتقديم خدمات لابناء هذا المجتمع او سكان هذا البيت. زي ايه الخدمات بقى في البيت؟ من المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والخطوط التليفونيه والشبكات الالكترونيه والمستقبل المستقبل الهوائي للتلفاز ولا غيرهم.
ولو احنا بنتكلم عن المجتمع هتلاقي فيه اشياء كثيره جدا جدا جدا، يبقى كل التقاطعات والتشابكات دي والمترادفات والمتغيرات هم اللي هيكونوا الخدمات اللي بيحتاجها كل مواطن داخل المجتمع او كل ساكن داخل البيت. ولذلك من زي ما احنا شايفين النساء العالمين بيعملوا النسيج سجاد في كل الاشياء المكتوبه، في المتشابكات وفي المتقاطعات وفي كل الاشياء اللي بنتكلم عنها، وحتى الصوره اللي على الشمال اللي هي بتاعت المفرج دي اللي فيها ايه المتشابكات اللي موجوده عندنا ايضا. وغير ذلك من الخدمات يحتاجها ابناء المجتمع او ساكنين هذا البيت، والتي كلما هنا بقى اسمعوا الحته دي مهمه جدا جدا جدا، والتي الخدمات دي والتي كلما تقدم المجتمع في عمر بقائه وتطوير ادارات مساراتيه المجتمعيه كلما ازدادت اعداد هذه الخدمات التي يطلبها ابناؤه من القائمين على تسيير شؤون هذه المسارات تناسبا طرديا مع بعضها البعض كما ذكرنا من قبل. اقولها تاني عشان تكون واضحه بالنسبه لكم، كلما تقدم المجتمع في العمر في البقاء في عمر بقائه وتطوير ادارات مساراته المجتمعيه كلما ازدادت اعداد الخدمات، خدمات التي يطلبها ابناء هذا المجتمع من القائمين على تسيير شؤون هذه المسارات تناسبا طرديا مع بعضها البعض كما ذكرنا من قبل. في الاسبوع الماضي زي ما انتم شايفين في الشريحه كان اتكلمنا احنا عن الخطوط الرئيسيه الهيكليه للمتوازيات والمسارات والمركبه، دي اتكلمنا عنها في الاسبوع الماضي، اللي عايز يشوفها يرجع للفيديو الموجود في اليوتيوب بتاع الاسبوع الماضي. الاسبوع ده اليوم هنتكلم عن خمس خطوط متقاطعه اللي هي المتقاطعات والمتشابكات والمطابقات والمترادفات والمتليات. الشريحه واحد منكم يسأل سؤال كده، يعني سؤال عفوي او سؤال طبيعي او سؤال من حقك انك تسأل او من حق انك تسألي، زي ما احنا كاتبين في الشريحه، ما هي هذه المصطلحات الجديده؟ كل شويه بتجيبنا بقى مصطلحات وهتجوا عليها دماغنا وهتلخبطنا الى اخره. هقول لكل تعريف شيء انا جبته من التعريفات اللغه العربيه دي. المتقاطعات تعبر عن التلاقي والتشابك زي ما هنشوفهم بعد كده. المتشابكات تعبر عن التداخل والاختلاط زي ما انتم شايفين في ايديا كده. المتشابكات تعبر عن التداخل والاختلاط والتعقد والتشوش حتى بعض الاحيان في المجتمع التشاجر والالتباس. المتطابقات هي التساوي والتوافق، يبقى كل شيء زي بعضه. التساوي والتوافق والتماثل. والمترادفات هي الكلمات التي تعطي نفس المعنى وتدل على نفس الموضوع وتكون متكافئه في المعنى وتدل على التتالي، التتالي التتالي يعني المتتابع والتتابع. اما المتواليات فهي مجموعه من الاغراض او الاحداث المرتبه بنمط خطي حيث يكون ترتيب اعضاء المتتاليه محددا تماما ومميزا وينمو نموا انشطاريا وما نسميه انشطاريا ثنائيا. فتنقسم فيه الخليه الى خليتين ثم اربعه ثم 8 ثم 16 الى اخره. اقولهم تاني اقولهم تاني. يبقى المتقاطعات هي التلاقي والتشابك المتشابكات التداخل والاختلاط والتعقد والتشوه، والمتطابقات هي التساوي والتوافق والتماثل، والمترادفات هي الكلمات التي تعطي نفس المعنى وتدل على نفس الموضوع وتكون متكافئه في المعنى وتدل على التتالي والتتابع. أما المتواليات هي مجموعة من الأغراض أو الأحداث المرتبة بنمط خطي حيث يكون ترتيب أعضاء المتتالية محددا تماما ومميزا وينمو نموا انشطاريا. زي ما احنا بنتكلم عن الانشطار الثنائي اللي في الخلايا، الواحد تبقى اثنين واثنين تبقى أربعة والأربعة تبقى ثمانية إلى آخره. لو انتم ملاحظين ان حطيت الجمله اللي في اسفل الشريحه بالاصفر ليه؟ لانها مهمه جدا، ودي هتدخلنا في الصراعات اللي هو السوشيال ميديا اللي هو التواصل الاجتماعي. سوف تقود فلسفه هذه الثقافات اللي هنتكلم عنها دلوقتي، كل هذه الاسئله ليها ثقافات معينه وفلسفه معينه داخل منظومه، لما نتكلم عن الحاجات دي داخل منظومه التواصل الاجتماعي هتقود ايه؟ هتقود نموات جديده انقسامية انشطارية. يعني هذه الثقافات والفلسفات داخل منظومة التطور التواصل الاجتماعي، داخل منظومة التطور التواصل الاجتماعي
هتقود نموات انقسامية جديدة، انقسامية اجتماعية جديدة لا حدود لها. خلي بالك، لا حدود لها، لا حدود لها، لا حدود لها في الثقافة وفي الفلسفة وفي الايه، كل هذه الأشياء. سوف تقود فلسفات هذه الثقافات داخل منظومة تطور التواصل الاجتماعي نموات انقسامية انشطارية لا حدود لها، وقد تصبح فيما بعد، وقد تصبح فيما بعد، وقد تصبح فيما بعد والله أعلم، مدمرة للحضارات والثقافات والحياة والمجتمعات، مما قد يؤدي إلى هلاك الكون وما فيه من مخلوقات والله أعلم. أنا بتكلم عن إيه؟ كل هذه التداخلات لو إحنا دخلناها في منظومة تطور التواصل الاجتماعي اللي إحنا بنستفيد منه بنستعمله دلوقتي، هتؤدي إلى انشطارات انقسامية وانقسامات انشطارية لا حدود لها، قد تؤدي فيما بعد إلى تدمير الحضارة والثقافة والحياة والمجتمعات. معانا يا شباب؟ دي بعض الأشكال اللي أنا إيه شرحتها لكم قبل كده. على أعلى اليمين مطابقات الشكل فيه متماثل، كله متماثل، جنبها مترادفات كلهم تقريبا نفس الحجم ونفس الشكل ونفس اللون، لكنهم كل واحد فيهم بعض الثاني اللي هو مترادف. تحت المتقاطعات اللي هي الكروسنج، وفي النص اللي هي المتشابكات اللي هي الشبكات اللي بنعملها، وادي الانقسامات الانشطاريه للشباب اللي درسوا احياء، اللي هو الخلايا، انقسام الخلايا من واحده لاثنين، كل واحده من الاثنين تبقى واحده الى ان يوصل مثلا الى ملايين الخلايا الى اخره. طيب ارجع اقول مره ثانيه، انتوا هتسالوا السؤال، طب انت جايب لنا كل المصطلحات اللي بتوجع قلبنا دي ليه؟ ليه؟ مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة ومرة خامسة، السؤال هيتكرر. لأن كل هذه المصطلحات، كل هذه المصطلحات وغيرها بتكون داخل التكوين العضوي الإنساني، في داخلك أنت وداخلك أنت. لأن كل هذه المصطلحات وغيرها نجدها داخل التكوين العضوي الإنساني، الإنساني المتأثر بمجريات الأمور، والذي يحدد فيما بعد الأنماط المختلفة للفلسفات الثقافية لهذه المجتمعات والشعوب التي يعيش في داخلها الإنسان. هقولها تاني لأن جملة طويلة دي، بس خلوا بالكم منها، وأرجوكم روحوا على الزوم عشان تقروا الكلام ده، ويكون عندكم الكلام ده موجود على الزوم، مش موجود مش هتعرفوا، مش هتشوفوه على الفيسبوك. لماذا هذه المصطلحات الجديدة؟ لأن كل هذه المصطلحات وغيرها نجدها داخل التكوين العضوي هنا، هنا عندنا، المتأثر بمجريات الأمور، والذي يحدد فيما بعد الأنماط المختلفة للفلسفات الثقافية لهذه المجتمعات والشعوب التي يعيش في داخلها الإنسان. كله مرتبط ببعضه وفق نظام بديع ربنا سبحانه وتعالى وضعه للعالم كله، وليس فقط للإنسان لكن كل الخلائق في الدنيا. فلو احنا تكلمنا على الثقافات والفلسفات الجديده اللي طالعه دلوقتي، فان نظرنا الى قضايا الهجره سواء كانت هجره طوعيه او قصريه زي ما احنا شايفين في الشريحه، والنزوح واللجوء، هنجد انه في قضايا كثيره جدا جدا داخل الهجره وداخل النزوح وداخل اللجوء. هذه المشاكل سوف تؤدي الى تغيير الفلسفات الفكريه للمهاجر والنازح واللاجئ من جهه، وسوف تتأثر بهم فلسفات ثقافية المجتمعات المضيفة، يعني المجتمعات المضيفة هتتأثر، واللاجئ والنازح وال هيتأثروا، الاثنين هيتأثروا، لأن في تحرك كتل بشرية بثقافات فلسفات فكرية مختلفة تسكن في مجتمعات جديدة تتأثر سلبا وإيجابا بالنزوح واللجوء والإيه والهجرة، وتتأثر المجتمع المستضيف لها سلبا أو إيجابا باستقبال مثل هذه الأعداد. وسوف يؤثر سلبا او ايجابا على المجتمع المضيف زي ما اتكلمت، وسنراه جليا في انواع، ده بقى هيطلع لنا بقى ايه؟ هتطلع لنا ثقافات جديده وفلسفات جديده، هنشوفها فين؟ هنشوفها في الاكل، خد بالك، في انواع الاطعمه والمذاقات الجديده والموسيقى والشعر والغناء والادب والفنون واللباس والتزين والقيم والاخلاقيات المكتسبه والاحتفالات الاجتماعيه والاحتفالات الدينيه، كل حاجات كتيره جدا هتتغير داخل المجتمع المضيف وداخل المجتمعات المهاجرة أو النازحة أو اللاجئة. واضح يا شباب؟ واضح.
حضرتك بعض الامثله زي ما انا قلت في الشريحه، ومن امثله من وغير ذلك من امثله منها. اول مثلا هنتكلم عنه النزوح السوري داخل سوريا. النزوح السوري داخل سوريا معنى ايه؟ هذا النزوح التقت فيه مجتمعات مختلفه، اللي جاي من دير الزور، واللي جاي من الحسكه، واللي جاي من حمص، واللي جاي مش عارف مين ومنين ومنين وحلب الى اخره، وراحوا كلهم قعدوا في مكان جديد. في مكان جديد، ها؟ هذا النزوح التقت فيه مجتمعات مختلفة من السوريين. أتوا بثقافات مناطقية، ثقافات مناطقية، ثقافات مناطقية مختلفة في بعض مظاهرها، وإن اتفقت في العموميات لأنهم عايشين في وطن واحد. لكن مع ذلك، برغم أنهم عايشين في وطن واحد، لأن كل منطقة لها ثقافة وفلسفة مختلفة عن المنطقة الثانية. لتتعايش هذه المجموعات والمجتمعات في مكان لتعايش هذه المجتمعات الجديدة سويا وفوق أرض جديدة عليهم. يعني انتقلت هذه الكتل البشرية أو هذه المجتمعات الصغيرة إلى مكان جديد جديد عليهم كلهم، عشان كلهم يقعدوا مع بعض ويكونوا مجتمع جديد. لتتعايش هذه المجتمعات الجديدة سويا وفوق أرض جديدة عليهم وبإمكانيات مختلفة عما كانوا عليها من قبل، او في كثير من الاحيان عدم وجود امكانيات. عدم وجود امكانيات. ويصبح لزاما على هؤلاء الناس في داخل المجتمعات تكوين مجتمعا سوريا جديدا بثقافه لم تكن موجوده من قبل. هيقعدوا مع بعض يعيشوا مع بعض ويتعايشوا مع بعض، هيكونوا مجتمع جديد بثقافه ما كانتش موجوده ابدا في المجتمع المستقر السوري اللي كان قبل النزوح داخل سوريا. واصبح نظام العالم تكوين مجتمعا سوريا جديدا بثقافه لم تكن موجوده من قبل، نبتت واظهرت واثمرت من داخل فلسفه المعاناه والحرمان والغربه الداخليه. فلن تصبح هذه المجتمعات اللي انا بسميها كتل بشريه جديده لها نفس ثقافه مجتمعاتها التي نزحت منها. مش ممكن هتكون نفس الثقافه اللي جايين بيها اللي كانت موجوده في حلب قبل المواجهات العسكريه، او في حمص، او في دير الزور، او في الحسكه، او في اي مكان في سوريا قبل ما يرتخوا في هذا المكان. ده بالنسبه للنزوح الداخلي القضيه السوريه. بالنسبه للجوء، انا بتكلم بكلام ببساطه، مش معقد، مش للناس اللي هم الايه المتخصصين. يعني اللجوء ما يحدث اثناء الصراعات المسلحه أو ساعات بعد الكوارث الطبيعية الكارثية، زي الإيه؟ في كوارث طبيعية، في منها طويلة الأمد زي الجفاف والتصحر والقحط والمجاعات، فمنها قصيرة الأمد اللي هي الزلازل والبراكين والسوناميات والفيضانات والسيول. دي بتيجي مرة إيه؟ تاخد لها شهر وشهرين وتخلص. أما النزوح، أما الجفاف والتصحر بياخد سنين عشان إيه؟ يغير الناس. وكلاهما كلا 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 ال 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 الأمرين بيؤدي للنزول الى اللجوء، اللي هو ايه؟ الكوارث الطبيعيه. لمجتمعاتهم يؤدي الى ترك المواطنين لمجتمعاتهم واللجوء الى مجتمعات الدول المجاوره. لان اللجوء معناها اقرب الدول ليهم. اغلب اللاجئين في كل مكان في العالم هي في الدول المجاوره للدوله الام. في بعضهم بيسافروا لدول ثانيه، بس الغالبيه العظمى زي مثلا نجد انت مثلا في القضيه السوريه، هتلاقي اللجوء في حوالي 3 مليون ونص في تركيا، في يمكن 2 او 3 مليون تقريبا في لبنان، وفي لبنان وفي الاردن، يبقى حوالي 6 مليون حوالين الوطن السوري، ده خلاف 8 او 9 مليون هم النازح داخل ايه؟ سوريا، اللي موجودين في الداخل. وكلاهما يؤدي الى ترك المواطنين لمجتمعاتهم واللجوء لمجتمعات الدول المجاوره والعايش في الكثير من الاحيان في بحيش بقى في سكنات بشريه معزوله عن المجتمعات المضيفه. يعني هيحطوهم بره المدن. لما تروح كده في كثير جدا من الدول المستضيفه للاجئين، هتلاقي اغلب مخيمات لاجئين خارج العمران السكني للمدن في هذه الدول. في مجتمعات، في سكنات بشريه معزوله عن المجتمعات المضيفه، فتصبح الفلسفه الثقافيه الفكريه لمجتمعات اللجوء غير ثقافه المجتمعات المضيفه، ده اكيد. لهم من جهه، وتبرز هنا ايضا ثقافه كثقافه النزوح
داخل في الاستهلاك السوري، نحن ذكرناها من قبل. يعني حتى ثقافه النزوح دي نشات قريبه عن الثقافات المستقره في في المناطق المختلفه داخل سوريا، لكن هنا برضه هتصبح للجوء في ثقافه ثانيه تختلف عن ثقافه مجتمعهم الاصلي اللي هم خرجوا منه وثقافه المجتمع المضيف. يضاف الى هذه الثقافات، يعني انا كلاجئ اغلب اللاجئين بيكونوا جايين من مدن مختلفه، برضك نفس المشكله، هيتحطوا في السكنات دي وهيمتزجوا مع بعض علشان يعملوا ثقافه جديده لمجتمعهم الجديد داخل ارض غريبه عنهم. واضاف الى هذه الثقافه ثقافه اخرى، ثقافه الدونيه والعلويه. الدونيه طبعا اللاجئ، الناس بتنظر له بنظره ازدراء، تنظر المرأة نظرة ازدراء، للبنت نظرة ازدراء إلى آخره، واحتقار إلى آخره، والرجل كذلك. ثقافة الدونية والعلوية، دونية للاجئ، دونية اللاجئ، وعلوية مواطني المجتمعات المدنية. ليس فحسب اللي هي أنا أوصلك من تحت كده من فوق لتحت وأجيبك كده، لا، بل قد تصل إلى ثقافة التمييز السلبي والتفرقة العنصرية والشك والريبة والخوف من هؤلاء المستوطنين الجدد، فيصبحوا بالنسبة للمجتمع المضيف مصدرا للجريمة والفساد وانتشار الأمراض المجتمعية، وهذا ما يحدث وما زال يحدث وكان يحدث مع اللاجئين السوريين والصوماليين والأفغان والفلسطينيين وكل اللاجئين في أفريقيا من دول مختلفة أو في آسيا من دول مختلفة. ده اللي بيحصل لما في بعض اللجوء الملايين من البشر نتيجة للساعات المصلحة أو للكوارث الطبيعية، ده اللي بيحصل في هذه المجتمعات. أرجوكم يا شباب روحوا على الرابط بتاع اللينك اللي هو بتاع الزوم عشان تشوفوا الشرائح اللي موجودة. المثل الثالث اللي هنضربه هو الهجرة. الهجرة دي تكون هجرة طوعية، الناس عايزة تهاجر، منها جزء شرعي ومنها جزء غير شرعي. الجزء الغير شرعي اللي هو الهجرة الاقتصادية، ها، اللي احنا بنتكلم عنها، البلد الفقيرة البلد الغنية. الهجرة معناها الانتقال من البلد الذي نشأنا فيه إلى بلدان أخرى بطرق شرعية أو بطرق غير شرعية. خلاص؟ الهجرة الاقتصادية النوع الأول هو للبحث عن فرص عمل في هذه البلدان الغنية، وغالبا ما يكون هذا النوع من الهجرة اللي هو الهجرة الاقتصادية هي من الهجرات الغير شرعية، زي ما احنا شفناها في خلال ال 15 سنة الماضية أو أكثر. كالعائلات التي نراها تخاطر بحياتها وبحيوات أولادها هربا من شدف العيش في الدول في أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية أو الآسيوية، أن تصل إلى شواطئ الأمان في أوروبا وفي أمريكا. وأنا بقول لكم ما فيش شواطئ أمان في أوروبا وأمريكا، ما فيش شواطئ أمان. دي الهجرة الأولى، الهجرة الاقتصادية. وفي الغالب هنشوف، احنا شفنا كتير جدا الناس اللي ركبوا المراكب واللي ركبوا الحافلات واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي ماتوا في الحافلات الى اخره، ازاي ايه ضحوا بحياتهم علشان يوصلوا لشواطئ العسل وشواطئ الراحه وشواطئ الامن والامان، العسل واللبن، لكن لا في شواطئ ولا اي حاجه. النوع الثاني من الهجره اللي هو بنسميها الهجره اللي هي الهجرات الناعمه. يعني ايه هجرات ناعمه؟ بالنسبه لي انا حطيت الاسم ده ليه؟ يعني الهجره اللي بترحب فيها الدول الغنيه بسواعد وخبرات وملكات وعلوم ابناء الدول الفقيره اللي هي محتاجاهم. يعني بيقول لك ايه، انا عايز، احنا مثلا في بريطانيا، في كندا، في امريكا، في السويد، في النرويج، في بعض الدول دي كلها بيحتاجوا ليد عامله كثيره، في المانيا الى اخره، فبيحتاجوا يد عامله. ما قد تكون يد عامله ايه، زي الايه، زي البنايين، زي الكهربائيه، زي اللي هم السباكين، زي الحدادين الى اخره، دي من جهه. قد يكونوا محتاجوا مدرسين، قد يكونوا محتاجوا لدكاتره اطباء، قد يكونوا هناك ناس علماء الى اخره. فدي بيكون الهجره اللي بنسميها الهجره الناعمه، والهجرات التي ترحب بها الدول المضيفه الغنيه والمحتاجه لسواعد وعقول ابناء هذه المجتمعات الفقيره والمهاجرة عليهم للاستفادة من خبراتهم وعلمهم وابداعاتهم. يبقى احنا قلنا في عموم من الهجرة، هجرة اقتصادية في الغالب بتكون هجرة غير شرعية، وهجرة ناعمة في الغالب بتكون مرحب بها من الدول الكبيرة دي اللي محتاجة ايه؟
الخبرات دي كلها. وهنا ثقافتين جديدتين اخرى، كل ما يتحرك الانسان من مكان لمكان بينشئ مع تحركه دي مجموعه من الثقافات المتداخله الناشئه لتنشئ فلسفات من خلال فلسفات اخرى. وسوف تنشئ هنا ثقافتين جديدتين اخرتين. الاولى ثقافه الهجره الاقتصاديه لاصحاب المركبات والمراكب. زي ما احنا شايفين في الصور، شوف المركب ما كان مقلوب ازاي، واعتقد ما الله اعلم ده المراكب اللي الناس فيها ماتوا في البحر الابيض، والثانيه فيها الشاحنه لما البوليس وقفهم على احد حدود الدول الاوروبيه وفتح لقى الشاحنه كلها مليانه ايه؟ لاجئين ولاجئات. الهجره الاقتصاديه لاصحاب المراكب والمركبات والتي في غالبها ما سوف تتبع سياسه اللجوء. وتحاط بالشك والريبة والخوف والفزع من الدول المضيفة، يعني زي ما حصل وشفناه من 3 4 سنين، والناس طلعوا من تركيا على اليونان، ومن اليونان على أوروبا وكذا، وإزاي كانت بعض الدوائر الأمنية بتتعامل معهم بتعاملات سيئة جدا، أدت إلى موت البعض أو ضرب البعض أو جرح البعض إلى آخر يعني. ولات سوف تحب الشك والريبه والخوف والفزع من الدول المضيفه ومواطنيها لها، حتى العموم ما كانش بيسمح. في بعض الدول زي المجر وزي اليونان، اليونان كانت بتسمح بالعبور، المجر، وفي دول ثانيه في اوروبا بس انا مش فاكر اسمها، وبلغاريا يمكن، مش بيسمحوا بايه بمرورهم للدول الثانيه. خوف الدول المضيفه دي بتفرز ثقافه اللجوء، ولكن في مجتمعات اخرى، مش المجتمعات ايه الفقيره اللي هي مجاوره لمجتمعات اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده اثناء الحروب. فتفرض ثقافه اللجوء ولكن في مجتمعات اخرى قد يكون فيها الاستقرار الامني والاقتصادي والسياسي اكثر بكثير من الدول المجاوره لدولهم التي هاجروا منها. يعني ما زي ما انا قلت قبل كده من دقائق، ما فيش حركه لانسان او مجتمع او مجموعه من البشر من مكان الى مكان الا ما هيفرزوا مع حركتهم دول ثقافات وفلسفات جديدة. ثقافات وفلسفات جديدة. ده بالنسبة للهجرة. اللي هو إيه؟ المثل الثالث. اللي هو الهجرة الاقتصادية. أما بالنسبة للهجرة النامعة، الناعمة، سوري مش النامعة، الناعمة، زي ما إحنا شايفين طبعًا كل قوانين في الدول المضيفة هترحب بيهم، إحنا عايزين دكاترة، إحنا عايزين علماء، إحنا عايزين مدرسين، إحنا عايزين عمال، إحنا عايزين كذا كذا، يرحبوا بيهم ترحيب جميل جدًا. لأنهم محتاجين لها، محتاجين لها. لكن هنا سنجد أن المهاجر من أبناء هذه القدرات من الدول الفقيرة هيجد في نفسه أو في نفسها غصة في حلقها. من إيه بقى؟ سوف يصبح هناك أيضا غصة في حلق أبناء هذه المجتمعات المهاجرة من المبدعين لما سوف يشعرون به داخل مسيرة معيشتهم في هذه المجتمعات المضيفة، والتي لا تضع، اسمعوا بقى دي نقطة مهمة جدا جدا جدا، لا تضع سقفا لإبداعاتهم، التي لمجتمعات مضيفة لن تضع سقفا لإبداعاتهم، ولكن ستضع أسقفا متحجرة لنموهم الرأسي القيادي الاجتماعي داخل المجتمعات. يعني أهلا وسهلا بكم، تشتغلوا لنا، تنتجوا لنا، تعملوا كذا كذا، لكن تبقوا اصحاب قرار، تبقوا اصحاب يعني حيثيه قويه، لا. فدي بيشعر فيها مين؟ بيشعر فيها كل مبدع اتى من دوله افريقيه او دوله اسيويه واستوطن هذه الدول الغنيه وابدع في بناء حضاراتها، انه لا يجد التقدير والاحترام من هذه الدول او من ابناء هذه الدول. هجرة ناعمة سوف ترحب فيها قوانين هذه الدولة المضيفة، الدول المضيفة بهذه العقول والسواعد التي هم في حاجة إليها، وسوف يصبح هناك أيضا غصة في حلق أبناء هذه المجتمعات المهاجرة من المبدعين لما سوف يشعرون به داخل مسيرة معيشتهم في هذه المجتمعات المضيفة، والتي لن لا تضع سقفا ولن تضع سقفا لإبداعاتهم. احنا عايزينكم اشتغلوا 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 زي ايه مش عارف ايه، ولكن ستضع لهم اسقفا متحجرا لنموهم الراسي القيادي الاجتماعي داخل هذه المجتمعات. وده هيرجعنا مره ثانيه اللي احنا قلناها قبل كده في الشرح قبل كده، نظريه العلويه والدونيه. وسوف يعاني منها اصحاب هذه الهجرات الناعمه. ده انت جايبني عشان انا خبير.
تجدني عشان انا عندي كذا وكذا 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 وكذا. سوف يعاني منها اصحاب هذه الهجرات الناعمه من المتميزين والمبدعين. طب انا بعمل ايه؟ فهم لن يصبحوا مواطنين من الدرجه الاولى كقرنائهم من ابناء المجتمعات من مواطنين اصليين. ده اللي بيحصل. وامثله على كده كثيره جدا 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 في اماكن مختلفه من العالم. اذا نرجع بقى للخماسيه اللي كانت عنها من ثلاث اربع شرايح قبل كده، هو اللي هي المتقاطعات والمتشابكات والمتطابقات والمترادفات والمتوالات. دي حاجات داخل المجتمع، داخل المجتمع. هذه التقاطعات والتشابكات والتطابقات ستنشئ لنا ستنشئ وتبني وتثمر ثقافات وفلسفات جديدة. زي ما قلت، كلما تحرك المجتمع أفقيا ورأسيا وفي كل اتجاه، كلما أنشأ لنا ثقافات جديدة لم نكن نعتدها من قبل أو نتعامل معها كمكون من المكونات الرئيسية للمجتمعات التي نخدمها ونعيش فيها. يعني حذاري، احنا نروح لمجتمع سوري سواء كان في النزوح او في اللجوء، او حتى من المهاجرين السوريين، او مجتمع صومالي كان في النزوح او كان في اللجوء او حتى في المهاجرين، وحنعامله بنفس الثقافه، ثقافه المجتمع اللي كان مستقر فيها منذ 20 سنه او 30 سنه. وده برضك تحذير لمين؟ لابناء هذه المجتمعات. انتوا ايه اللي غيركم؟ مش انتوا سوريين زينا؟ لا، هم سوريين بس اتغيروا غصب عنهم، لانهم تركوا كل شيء وبتعايشوا مع اشياء جديده لم يكن يعتدوها من قبل. نيجي بقى حته مهمه جدا ذكرتها كده على استحياء في الاول واحنا ماشيين، لكن هرجع اكلمها تاني، ودي اخطر نقطه في الموضوع كله. اخطر نقطه في الموضوع كله، عشان كده حطيتها انقسام من شتاري قدامي تاني مره ثانيه، اللي هي عمليه السوشيال ميديا. اهم ما نريد ان نتناوله هو التواصل الاجتماعي. إن أهم ما نريد أن نتداوله اليوم معكم هو التأثير السلبي أو الإيجابي الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي. على إيه؟ على الفلسفات الفكرية، الثقافات والقيم، العادات والتقاليد، العقائد والأديان، والسياسات، وخلاف ذلك من إيه؟ من رواسخ في البناءات المجتمعية. لابد عليكم أيها الشباب جميعاً، نرجع نقولها تاني، إن أهم ما نريد أن نتداوله اليوم معكم هو التأثير السلبي أو الإيجابي الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي على الفلسفات الفكرية نمرة واحد، الثقافات والقيم نمرة اثنين، العادات والتقاليد نمرة ثلاثة، العقائد والأديان نمرة أربعة، والسياسات، وخلاف ذلك من ركائز ورواسخ في البنيات المجتمعية. لابد نعملها. فأحدثت هذه المنصات ثورة داخل الفلسفة. تبقى ثورة فين؟ الفلسفه دي فين؟ ما بتتشافش. الضمير فين؟ ما بيتشافش. السرير فين؟ ما بتتشافش. داخل اعماق النفس البشريه. فاحدثت هذه المنصات ثوره داخل فلسفات وضمائر وافئده وسرائر وبصائر. ليس فقط مجموعه معينه من البشر، لكن سكان المعموره كلهم. فاحدثت هذه المنصات ثوره داخل فلسفات وضمائر وافئده وسرائر وبصائر سكان هذه المعموره، وسوف تتزايد هذه الثورات، ها، وتتزايد معها يبقى اثارها السلبيه او الايجابيه في كل لحظه، لتحدث لنا انشطارات ثنائيه مره ثانيه. زي اللي احنا شايفينها كده في الصوره. لنا انشطارات ثقافيه فلسفيه جدا من داخل المتواريات اللي احنا شايفينها. هقولها ثاني، لأن دي أخطر شيء إحنا بنواجهه دلوقتي. يعني أنا لما بتكلم على السوشيال ميديا ليها بعض الفوائد وكثير من الإيه؟ من المسالك. إن أهم ما نريد أن نتداوله اليوم معكم هو التأثير السلبي أو الإيجابي الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي على الفلسفات الفكرية، الثقافات والقيم، العادات والتقاليد، العقائد والأديان، والسياسات، وخلاف ذلك من رواسخ في البنايات المجتمعية. فأحدثت هذه المنصات ثورة داخل فلسفات الأعماق يعني، وضمائر وأفئدة وسرائر وبصائر كل السكان معمورة، وسوف تتزايد هذه الثورة هذه الثورات وتتزايد مع أثارها السلبية والإيجابية في كل لحظة، لتحدث لنا اللي هو الانشطارات زي ما احنا شايفين ايه في الشريحة.
انشطارات ثقافية فلسفية جدا من داخل المتولات الجديدة. واضح. الخاتمة عشان نختم معانا بعض بقى، لأن إيه أطلت الحديث عليكم شوية. أنا في المحاضرة اللي فاتت في الجزء الأول ناقشنا في خاتمة، في الخاتمة بتاعته بدء المسير في صناعة الشخصية المجتمعية. يعني لقد ناقشت معكم يا الشباب في الجزء الأول من هذه المحاضرة خاتمة بدء المسير في صناعة الشخصية المجتمعية داخل المتوازيات. احنا كنا بنبني ايه؟ احنا كنا بنبني البيت، بنبني المجتمع من كله، ثم من بعد ذلك اللي هو التاريخ، ثم من بعد ذلك المسارات من خلال الحاجيات المجتمعية التي يحتاجها المواطن، ومن ثم بعد ذلك صناعة المركبات القادرة على إدارة المسارات من جهة، وكذلك التواصل والتنسيق بين كافة المسارات المجتمعية من جهة أخرى. ده اللي احنا ناقشناه الأسبوع اللي فات. خلاص اليوم بقى احنا دخلنا جوه العميق، العميق لما نتكلم عن النفس، وبنتكلم على الفلسفة، وبنتكلم على السريرة، وبنتكلم على الضمير إلى آخره إلى آخره. واليوم أطلب منكم وأتوسل إليكم أيها الشباب الواعي أكثر من هذا. فاليوم سوف نغوص ونسبح داخل أعماق وأغوار النفس البشرية للمواطن، والأغوار دي المرتبطة بحاجياته المجتمعية أو حاجياتها المجتمعية من خدمات والتي ذكرتها في معرض حديثي من قبل. يعني خلاص احنا بنينا البيت زي ما انا ورديته في أول المحاضرة، واليوم ما هنخش بقى داخل أعماق النفس التي تحتاج أشياء كثيرة. السؤال هنا بقى قبل ما نمشي في المسيرة الثانية، المسيرة الأولى احنا عملناها الأسبوع اللي فات، هل أنتم مستعدون بإيه؟ الاستعداد لازم يكون معاك العدة بالصبر والمثابرة ومواجهة إيه؟ ما فيش هزار، It's not a joke. ما فيش هزار، في مواجهة البحث والتنقيب والتحليل والترتيب والتصنيف والإدارة، ثم من بعد ذلك الإبلاغ والإعلان عما تقومون به. ده الأساس اللي إيه زي ما تقول إيه؟ أنت عايز تعمل خريطة الطريق، نعمل فيها إيه؟ هنحط فيها دول. أنت هيكون دورك وأنت هيكون دورك البحث والتنقيب والتحليل والترتيب والتصنيف والإدارة. يعني إيه اللي منجح كل منصات التواصل الاجتماعي؟ إنهم استطاعوا من خلال المعلومات اللي عندهم إنهم يديروا هذه المعلومات، فأصبحوا هم أغنى منصات أو أغنى شركات في العالم. يبقى نقول السؤال تاني والتحدي تاني يا شباب، العملية مش عملية فرقيعة ولا أهل الأمة ولا أهل بازلة، لا 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 لا، كل ده كلام فارغ. العملية عملية صبر ومثابرة من جهة داخلية عندك أنت، ثم إيه اللي هتقوم بيه بقى؟ بحث، تنقيب، تحليل، ترتيب، تصنيف وإدارة المعلومات اللي أنت هتمشي عشان تكسب المجتمع، ثم بعد ذلك تتحمل مسؤولية الإبلاغ والإعلان وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. مجرد ما تتواصل بالحق لابد أن تكون صبور، مجرد ما تعلن عن الحق لابد أن تكون صبور وتتحمل الأذى. ده أول تحدي، هل أنتم مستعدون للصدع بقول الحق زي ما قلت في الشريحة اللي فاتت من أجل حصول مجتمعاتنا جميعاً على هذه الخدمات؟ هذه المجتمعات تبقى أحسن مجتمعات إزاي؟ لابد نصبر، لابد جزء منا يضحوا بحياتهم وأوقاتهم زي ما قلت أنا في المحاضرة اللي فاتت. هل أنتم مستعدين لتحمل مشقة تغيير المناخات الفلسفية؟ أنت بتغير المخ، يدك بتغير المخ، بتعمل زراعة مخ، ده أنت بتغير فلسفة التفكير في المخ، ده من أصعب الأشياء العجز فيها كثير من الأنبياء. هل أنتم مستعدون لتحمل مشقة تغيير المناخات الفلسفية المجتمعية ومواجهة الفسد والمفسدين في كل المجتمعات ولا لا؟ ده التحدي الثالث، السؤال الثالث لكم. السؤال الرابع، هل أنتم مستعدون أن تصلوا إلى كافة المجتمعات القائمة على أرض المعمور؟ بمعنى زي ما أنا قلت قبل كده، قد أصبح الإنسان نفسه مجتمعا في حد ذاته، منفصلا حتى عن اخته وعن اخوه وعن ابوه عن امه وعن خالته وعن عمته، كل قاعد كده لوحده او اصبح مجتمع. ليه؟ لان منصات التواصل الاجتماعي اجبرته او اجبرت الفتاه على ان انت ايه تعيش هي في مجتمعها بتاعها هي. هل انتم مستعدون ان تصلوا الى كافه المجتمعات القائمه على ارض هذه المعموره ولقد اصبح الانسان
مجتمع مستقل بذاته، فعوضا عن مجابهة مئات الآلاف من المجتمعات الشعوبية، سوف تواجهون مليارات من المجتمعات الفردية الممثلة للفرد ذكرا أو أنثى داخل كل مواطن يعيش في أغوار المعمور. ده التحدي إيه الرابع، ده السؤال الرابع. السؤال الخامس، هل أنتم مستعدون للتطور؟ يعني في ناس مش عايزة تتطور، عايزة تعمل الشيء اللي عملته من 50 سنة تعمله تاني. هل نحن مستعدون للتطور ومن ثم إحداث التغيير المجتمعي المنشود لتدخل المجتمعات؟ نحن مستعدين نغير من سلوكياتنا، نغير من أدائنا، نغير من طرقنا في العمل ولا لا؟ هل أنتم مستعدون؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، السادس، التحدي السادس، هل أنتم مستعدون للتسابق مع الزمن؟ Be ahead of the time. تسابق مع الزمن والتصارع مع الفلسفات. لأن العملية مش عملية تبني لي كوبري، تبني لي عمارة، لا 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 لا. سيبك من الجماعة اللي هم اللي معاهم حبة فلوس كده وبيبنوا لك عمارة ويقول لك أنا عندي أعلى برج، لا، كل ده كلام فارغ. هل أنتم مستعدون تسارع مع المستعدين للتسابق مع الزمن والتصارع مع الفلسفات الثقافيه المجتمعيه والتدافع مع الارواح والافئده؟ لان احنا بنتكلم عن اغوار النفس البشريه وما ده وما ما 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 كان خبيئا داخلها. دي نمره سته. هل انتم مستعدون لاحداث كل هذه الانجازات؟ ممكن يقول لك مستعدين. المبهره الزاهره، وغير عابئين بذكر التاريخ لكم. في ناس بيقول لك لا هنعمل كده عشان ايه يبقى اسمنا في 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 الموسوعه. اسمع، هل انتم مستعدون لاحداث كل هذه الانجازات العظيمه المبهره الزاهره غير عابئين بذكر التاريخ لكم حتى وان نسبت هذه الانجازات كذبا كما تنسب الان وزورا وبهتانا لغيركم من الافاقين والمنافقين؟ هذا ما يحدث بالضبط الان. افاقين من المشايخ والدعاة والاعلاميين والسياسيين الى اخ الى اخ الى اخ الى اخ. وين نقطة المكان في التحديات؟ 1 2 3 4 5 7. نمرة 8، هل انتم مستعدون يا شباب للعيش بلا زاد والسير بلا راحلة والتعلم بلا معلم والاستداء بلا رشد او رشاد؟ تعتمد على نفسك اعتماد 180 درجه. ده السؤال الثامن. انت بتبني مجتمع، تبني مستقبل، تبني امه، تبني وطن، تبني دوله، تبني ثقافه، تبني فلسفه. التاسع، هل انتم مستعدون لان تكونوا اول من يعطي واول من يمنح وأول من يصبر وأول من يثابر وأول من يجزع من أجل الآخرين وأول من يحمي هذه المجتمعات في عصرنا هذا بعون الله سبحانه وتعالى؟ التاسعة، هل أنتم مستعدون أن تقومون بما عجز عن القيام به السماوات والأرض؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها وحملنا الإنسان. يعني ربنا عرض هذه الأمانة على كل هذه المخلوقات العظيمة فقالوا لا فخففها والإنسان أنا لها إنه كان ظلوما جهولا. هل أنتم مستعدون على أن تتحملوا ما لم تستطع أن تتحملوا الجبال والسماوات والأراضين؟ معنا يا شباب، معنا يا شباب. إن التحدي الذي سوف يواجهنا في هذا الجزء من المحاضرة هو التحدي لبناء الأنفس القادرة على إصلاح الأنفس من أجل إسعاد كل نفس خلقها الله من أبناء الأنفس البشرية وأبناء أنفس الخلائق الأخرى والتي خلقها المولى لخدمة الأنفس البشرية. لأن خرجنا من البناء اللي هو الحيطان والسقف والطرق والكلام ده كله، أيوة خلاص. دلوقتي إن التحدي الذي سوف يواجهنا فهذا الجزء من المحاضرة هو التحدي لبناء الأنفس القادرة على إصلاح الأنفس من أجل إسعاد كل نفس خلقها الخالق من أبناء الأنفس البشرية أو أبناء أنفس الخلائق الأخرى والتي خلقها المولى عز وجل لخدمة الأنفس البشرية. فإن كنتم أهلا لهذا، وأنا أعتقد وأؤمن وأجزم بأنكم أهلا لهذا،
فقودونا معكم، سنسير في ركبكم، لنكن لكم عونا وذخرا ورفاقا. أنا ما عندي مشكلة، من يقود الركب؟ فما أنتم ونحن إلا شموسا لن تنطفئ أنوار إشراقاتها. لن تنطفئ أنوار إشراقات الشموس، لأنكم ستتوالون في نشر هذه الأنوار تباعا إلى أن يرد الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، أو الخليقة ومن عليها. فما أنتم ونحن إلا شموسا لن تنطفئ أنوار إشراقاتها، وسوف تظل مشرقة أبد الدهر. انتحلت بإيه بقى؟ انتحلت بإيه؟ بهذه الخلاص، بالإخلاص والتقوى والتواضع ولين الجانب ومصالحة النفس، طبعا مبنية على العلم والمعرفة، مش بس من غير علم ومعرفة، لا، والعلم والمعرفة والإيمان. وستتابع مسيرات هذه المسارات المجتمعية داخل أفئدة التاريخ وثقافات الشعوب أبد الدهر، وستكونون أنتم بإذن الله الوقود المحرك لكافة حركات هذه المسيرات التقدمية المجتمعية. أقولها تاني، فما أنتم ونحن إلا شموسا لن تنطفئ أنوار إشراقاتها، وسوف تظل مشرقة أبد الدهر، إن تحلت بالإخلاص والتقوى والتواضع وين الجانب ومصلحة النفس والعلم والمعرفة والتجربة. وستتابع مسيرات هذه المسارات المجتمعية داخل أفئدة التاريخ وثقافات الشعوب أبد الدهر، وستكون أنتم أيها الشباب بإذن الله الوقود المحرك لكافة حركات هذه المسيرات التقدمية المجتمعية. فهيا بنا لنخطو سويا. أنا المحاضرة اللي فاتت اخترنا الخطوة الأولى، المحاضرة دي هنخطو الخطوة الثانية والثالثة والرابعة والعشرة إلى آخره من الخطوات، إلى أن تصل شعوبنا إلى بر الأمان المجتمعي الذي يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير وأكرمكم الله وأخلف الله عليكم، وأتمنى أن نلقاكم في لقاء آخر إن شاء الله يوم الجمعة، لأن عندي بس موعد يوم الخميس. هنلتقي في المحاضرة باللغة الإنجليزية إن شاء الله on Friday. We'll have the same talk in English, 6 o'clock UK time and 9 o'clock Mecca time. Thursday, inshallah, this Thursday. So be tuned and please use the Zoom, and you can listen to me on the Facebook. But actually, if you want to see all the slides and the drawing, and please use the Zoom. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.